ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حكاية بنات. فيديو النهارده حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم قوي. بس في البداية معلش اعذروني، عندي نزلة برد شديدة جدا، برد في معدتي وتعبانة قوي، وصوتي زي ما انتم شايفين وسامعين وكده. مش قادرة بصراحة اتكلم، بس ما كانش ينفع اخر الفيديو ده اكتر من كده، علشان تلحقوا وتعملوه يعني، واللي حابة تعمل الفكرة، علشان خلاص يعني باقي 5 ايام بس على راس السنة. كل سنة طيبين وسنة جديدة وسعيدة علينا كلنا ان شاء الله. فيديو زي ما انتم شايفين شجر الكريسماس بس بطريقة جديدة ومختلفة، حلوة جدا وتعجبكم جدا. يا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. يا ريت يا ريت بليز يعني تشتركوا في القناة، علشان انا يعني بشوف كده في القناة عندي نسبة 60% نسبة تتفرج. طبعا على راسي يعني وكل حاجة منوريني، بس يا ريت تشتركوا علشان تساعدوني ان قناتي تتشاف وتكبر. يعني 60% لو اشتركوا حقيقي هيبقى عندنا عدد مشتركين كبير جدا، وهتقدروا تساعدوني. وكمان اللايك علشان يرفع الفيديو ويكون متشاف على اليوتيوب للناس كلها. الفكرة سهلة وبسيطة، تشوفوها معايا ان شاء الله. انا بس بوريها لكم كده وهنبدأ ان شاء الله نعملها مع بعض. شايفين الديتيلز بتاعتها حلوة جدا مبهجة بصراحة، زي ما شفتم العنوان ده احلى فيديو انا عملته، بعيدا عن صوتي طبعا، بس ده احلى فيديو فعلا، احلى حاجة يعني من الاشغال اليدوية عملتها وطلعت حلوة قوي كده. شكلها تحفة جدا وهدية حلوة جدا تدي على خطيبك، تدي على صاحبتك، بمناسبة راس السنة، حلوة قوي. احنا كلنا بنشوف اي شجر كريسمس بنحب نتصور معاها في المولات وفي اي مكان، فحلوة قوي ان تعملي حاجة بايدك. بس يلا خلونا بقى نبدأ، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بصوا مبدئيا كده دي الحاجات اللي هنحتاجها، او دي عامه الماتيريال اللي انا اشتريتها للكريسماس، وممكن هنشوف بقى هنستخدم منها ايه. انا صورت كل الحاجه اللي معايا كده، وهنشوف مع بعض خطوه بخطوه ايه اللي هنستعمله، عشان انا ببقى بعمل حاجه وبفكر معاكم في نفس الوقت، مش ببقى يعني حاطه الديتيلز كلها مره واحده. واحده واحده كده معاكم، بنجرب سوا وبنعمل. دي اهم حاجه معانا هتبقى الورقه دي، الشنطه دي شنطه هديه انا شاريها لوحدها كده ب10 جنيه. حبيت اجيبها لون احمر، زي ما شايفينها شنطه عاديه جدا. لو عندك اوريدي اوكي اشتغلي بيها، لو مش عندك او عندك ورقه جامده، يعني الفكره ان تكون ورقه جامده شويه ويكون لونها احمر او اخضر، اي لون بقى من الوان الكريسماس، اخضر احمر جولد، اي حاجه من دي يعني. انا جبت الحمرة دي بقولكوا جبتها ب10 جنيه، لان دي القطعة الاساسية اللي انا هشتغل عليها. قصيت الوش كده بالشكل ده، هي فيها ناحية سيدة وناحية عليها نقط كده. قسمتها مربعات متساوية على حسب المساحة اللي هتكون معاكي، تقيس الطول والعرض وتقسميها بالشكل ده، وهتقصي المربعات يعني هسيبها كشكل زائد كده مثلا في النص، وهتشيل المربعات الزيادة. بس مش ترميها، القطعة اللي هتشيليها دي سيبيها، علشان هنلزقها على القطع البيضة دي من جوه. بالشكل ده يعني الاربع قطع هتلزقيهم على الاربع قطع من جوه، فالورقة دي هتكفينا كمية كبيرة يعني. انا هلزقهم وارجع لكم. بصوا كده انا لزقتهم خلاص. لزقت بالشمع البلاستيك لان الورق تقيل شوية، فالبريت مش هينجز معانا ويبقى محتاج وقت شوية. تنسيب المربع اللي في النص كده بالشكل ده فاضي، او لو هتحطي ورق حطي ورق خفيف، بس اهم حاجه تتاكدي ان هو بيتقفل معاكي بالشكل ده، يعني الزاويه ما بين كل مربع والتاني تكون تعرف تتني معاكي. المربع ده بقى انا هحط عليه واشي تيب جولد، بتشوفوا معايا كتير قوي في كل حاجه، زي ما شفتوه كده اللي هو ده بعمله منه. حطيت قطعتين جنب بعض بالشكل ده وطلع حلو جدا. حطيته جولد كمان يبقى فاصل كده شويه من الاحمر، وفي نفس الوقت كمان هيبقى شبه الشجره. يعني الشجره بقى انا عملت القرطاس ده ازاي، هنعمله كده ورقه عادي وبتلفيها. الورقه ده اسمه ورق كانسون، بتجيبيه من المكتبه الورقه بجنيه. يعني الفكره ان تكون ورقه تقيله يعني شويه، علشان بس تبقى متينه وتستحمل. ولزقت الاطراف بالشمع بالشكل ده. خلي بالك بس ان من تحت تبقى بتقف كده، يبقى كل الاطراف متساويه. تسويها بالمقص كويس علشان تعرف تقف. والملاحظه التانية ليها ان احنا بعد ما نثبتها كده هنبقى محتاجين ان الاضلاع كلها تتقفل، يعني خلي بالك وانت بتعمليها قطر الدايره اللي هيبقى من تحت اللي هو قاعده القرطاس.
يبقى اصغر من المربع علشان الاضلاع التانية ينفع تتقفل. معايا بقى الشرايط الجولد دي، انا جايبه ده نص متر بتقريبا 5 جنيه تقريبا على ما اتذكر. يعني هبدأ اثبته كده على القرطاس اللي عملناه ده، هيبقى ده ارضية الشجرة. لو ما لقيتيش خالص الشريط الجولد ده ممكن بفوم جولد يعني، بس ده هيبقى افضل واشيك. حطيت الشريط الدانتيل ده كده الاوف وايت بالشكل ده، وحطيته بحيث ان انا ابقى عاملاه يعني في زي كشكشة او كرمشة كده، بحيث ان هو يديني شكل حلو. دلوقتي انا هجيب الخرز الاخضر وهدخله في الخيط او الحبل ده، البقرة بجيبها تقريبا 5 جنيه. عايزة بس املى يعني، تشوفي انت هتاخدي تستهلكي قد ايه، مساحة قد ايه من الخيط عشان تمليها خرز. بتلضميه فيها عادي يعني، بتدخلي الخرز فيها، بس تشوفي بس الدايرة قد ايه اللي هتعمليها. انا كده عملت دولت وكده مكفية بالظبط يعني، على قد المساحة اللي انا احطها من هنا. طبعا كل ما نطلع فوق تبقى الدايرة اصغر من كده. دي اول واحدة. بس وانا كده خلاص هربط بقى على كده. ربطت زي ما انتم شايفين بقى الدايرة كده، وانزلها سهلة جدا يعني، ما فيش اي حاجة صعبة. بالشمع السيليكون احط سيليكون وانزل الدايرة على الشبه، هتلزق كويس. وهي هقص طرف الخيط ده، طبعا مش هنسيبه يعني، لو مش عندك الخيط ده ممكن اي خيط تاني عادي هينفع يعني وهيقضي الغرض مش هيبان. مثلا حبيت احط ده عشان يبقى متين شويه ويبقى شكله حلو لو بان منه حاجه. والصف التاني عملت برضو بنفس الطريقه، لضمت الخرز الاحمر بالشكل ده في الخيط على قد مقاس الشجره من المنطقه دي يعني، وهلزقه بنفس الطريقه بالشمع السيليكون. سهل جدا يعني، مش هياخد منك حاجه، وهتحطيه بالشكل ده. وطبعا ما تنسيش تقص الاطراف زي ما شايفين، احمر واخضر وفايت وجولد، شكل حلو جدا. وعلى الاطراف نهاية الخيط هنعمل بالشمع كده علشان نثبت كويس. بحب كل حاجة اثبتها بالسيليكون علشان يطلع شكلها حلو. من فوق حطيت حتة واشي تيب كده على الورق الاسود عشان الدريه اللي هو الجولد اللي في أرضية الشجرة تحت خالص اللي متثبت عليها، وعملت دائرة خضراء على قدها وحطيتها. اصلا الحتة اللي فوق الاخضر دي مش هتبين، هنركب فيها النجمة بعد شوية. بس زي ما انتم شايفين احنا كده انجزنا فيها كتير. دي النجمة اللي هنحطها، انا جايباها برضو موجودة كتير الايام دي في المكتبات عشان حاجة الكريسماس المفروض بتتعلق في الشجرة، بس انا حسيتها مناسبة جدا انا احطها هنا. انا دلوقتي هلزق الشجرة على الورق المربع اللي تحت ده. هنحط كمية سيليكون كويسة كتير علشان نعرف نثبتها كويس، وتظبطي المقاس بحيث ان دي تحطيها تكون الاضلاع كلها بتقفل. خلي بالك انها ممكن تبقى رايحة على جنب مثلا معين فتضايق، او ما تخليش الضلع يقفل، او انها تبقى شكلها على انها في جنب، فانتي سنتريها كده، حطها في السنتر بتاع المربع. وجربي الاول كده زي ما انا بعمل، شوفي الاضلاع هتقفل ولا لا، لو في اي حاجة تقدري تشيليها بسرعة قبل ما السيليكون ينشف. كده يعني زي ما بقولكوا انجزنا فيها. عايزين نعمل بقى على الاضلاع دي حاجات بقى كده تخلي شكلها حلو زي ما شفتوا في اول الفيديو، وعايزين نزين الشجرة برضو على الحاجات الاوفايت دي، نحط حاجات. طبعا شجرة الكريسماس بقى مليانة حاجات بقى، دوائر بابلز كده ونجوم وحاجات من دي، ممكن نحط النجوم دي، بس انا حابة احط حاجة شايني كده تبقى فيها لمعة حلوة، تخلي شكلها حلو كده كأنها حاجات مضيئة يعني. فمعايا الاستراس ده مش غالي خالص، كنت جايباه بحوالي 2 جنيه او حاجة زي كده من مكتبة عادية، مكتبة ادوات مكتبية عادية يعني. ان شاء الله الفيديو الجاي هحط لكم وعمل لكم فيديو المشتريات، تشوفوا فيه حاجات كتيرة جدا من انا بستخدمها دي، بس صورته وبعد كده استخدمت الحاجة علشان بس ننجز. هبدأ بقى اخد منه كده يعني، انا بحب ان انا احط الاحمر اكتر. لو انتي عاملة اصلا على ديكور بتاعك يكون احمر، فحط الاحمر هيبقى احلى. وحطيت برضو نجوم وحاجات تانية كده بشتريها جاهزة اشوفها بعد شوية معايا. النجمة بقى عايزة اعمل فيها فتحة من فوق، هي عاملة زي الفبرة كده حاجة كده يعني، هتعرفي يعني تعملي فيها فتحة بالمقص كده بالراحة. وخلي بالك لا تعوري الحوادث في الحاجات اللي بنعملها دي كتير جدا، لو اخدت بالكم من صبعي متعور محروق من الشمعة قبل كده.
فمعلش هتشوف البلاستر على ايدي ده فترة كده، الايام دي لانه مش راضي يخف خالص، المفروض ما غطيهوش اصلا، بس عشان بس وانا بصور ايه حطيت كمية كده سيليكون، هبدأ احط النجمة. النجمة دي هشوفها برضو في الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو مشترياتي يعني الجاي او اللي بعده بالكتير. بس ايه زي ما شفتوا كده خلصناه، الشجرة طلعت تحفة. انا بصراحة انا بعمله ما كنتش متخيلة ان الحاجة تطلع حلوة وتظبط معايا كده، طلعت سهلة جدا. ايه خدت وقت بصراحة مش هقولكوا لا، ايه اخدت وقت، بس الفكرة ان هي طلعت حاجة حلوة واستاهلت ان انا اكلف عليها وان انا اشتري لها ماتيريالز، يعني طلعت حلوة. اول الماتيريالز بقي منها حاجات تانية هتكفيني في حاجات تانية بعد كده، بس يعني لو انتي في دماغك فكرة حاولي وجربي ان شاء الله تعمليها حلو. ده كارت كريسماس عيدي عليه بابا نويل، جبته من المكتبة لان للأسف ما مش لاقية استيكر لأشكال الكريسماس لوحده كده، فاضطريت ان انا اجيب بقى كارت كان ب5 جنيه تقريبا، قصيت نصين احط نص جوه وتشوف النص التاني، والنجمة برضو دي اشتريتها. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي هنستخدمها فين وازاي. الخرم بقى اللي كان في الكارت من فوق عشان ادريه حطيت له كده نجمة اللي هي نجمة التلج دي، عاملاها بالواشي تيب لو كنت شفت الفيديوهات بتاعة الشجرة الكريسماس والكروت قبل كده. دي قطعت ورق زي الخرامة كده، بحط واشي تيب على ورقة وقصتها فبيطلع لي الشكل السيلفر ده كده على شكل نجمة، ولزقت كده الجزء الأول من الكارت. كان في افكار كتير، كنا ممكن نحط الكارت كامل ويتفتح ويبقى جوه حاجه، بس انا حبيت اعمل لكم شكل سيمبل كده. وحطيت برضو على الكتابه اللي في الكارت من تحت كده لو اخدتوا بالكم استرس، ده بقى عارفين ده الورق اللي هو شبه المناديل كده اللي بنستخدمه في المطبخ تحت الكيك والكب كيك والحاجات الصغيره، وممكن برضو بتحطيه تحت المج او حاجه يعني في التقديم. افكار كتير جدا ممكن تستخدميه في حاجات كتير جدا. انا قصيت حته بالشكل ده علشان اعمل بيها ديكوريشن كده زي ما انتم شايفين، حطيتها في الطرف من فوق. بس عملته علشان هو بيبقى خفيف شويه، اخدت 2 مع بعض ولزقتهم في بعض كده، والشمع يعني هيلزقهم لوحده. كل فتره تتاكدي ان الاضلاع بتقفل معاكي، مفيش حاجه طلعت بوظتها. الشجرة دي عاملاها ازاي؟ عاملاها بالواشي تيب اللي انا حاطاه في ارضية الكارت او البوكس كده تحت الشجرة، شبه المربع الجولد اللي انتوا شايفينه تحت، ورسمت مثلث. دي ابسط رسمة للشجرة لو كنت شفتوا ده معايا قبل كده في الفيديو بتاع الكروت وبتاع شجرة الكريسماس برضو، والنجمة بنفس الطريقة كنت عاملة منها كمية عشان برضو انجز يعني واحنا بنعمل. هي بالشكل ده وهنلزقها كده. ايه المفروض كل شجرة بيكون فيها نجمة. ايه انا كده عملت الدلة ده، هرجع للحاجات دي تاني، هنزود حاجات ممكن نشيل حاجة نظبط حاجة. ايه بس هنعمل الاول كل الاشكال اللي عايزين نخلصها. ايه هنا بقى انا عايزة اعمل اكتب 2019، شفتوا معايا في اول الفيديو الاستيكر ده، انا محتارة بصراحة اعمل ده ولا اعمل التاني الصغير. ايه بس ايه انا بفكر معاكم زي ما بقول لكم، بجيب الحاجه وببقى جايباها الحاجه دي بس مش عارفه اعمل ايه بالظبط يعني، فبنفكر سوا كده. وبنجرب ساعات حاجات برضو بنشيلها تاني. بس هنا انا شايفه ان المساحه مش هتكفي الدوائر دي، وشكلها الرسومات اللي عليها مش مخليها تنفع للكريسماس شويه، فهاخد ارقام الكبيره دي بس علشان المساحه صغيره. الاول هحاول انقي الارقام اللي هي الوانها على احمر. إيه لو عايزه تعملي بقى الوان لبني او كده، ممكن تعملي الشجره كلها من الاول على سيلفر مثلا، وتحطي الخرز مثلا على نفس الاشكال كده لبني سيلفر حاجات من دي. هحط اول حاجه رقم 2، وزي ما بقولكوا هاخد الاحمر، مش حابه ان انا اخد الوان تانية. طبعا هما بيلزقوا كل حاجة، بس انا بحب اكد على كل حاجة وبلزقها تاني بالسيليكون. بس مش هحطها جنب بعضها بالظبط، يعني هحط رقم لفوق ورقم لتحت علشان لما المكان ياخد ما يبقاش شكلها زحمة وحش. لو حطيتها كلها جنب بعضها مش هيبقى فيها شكل كويس، وهتبقى زحمة كده وكتير على المكان المربع صغير شوية، فانا هحط رقم لفوق ورقم لتحت زي ما انتوا شايفين كده. الاستيكر ده ما كانش غالي على فكرة، بتبقى حاجات حلوة بتنفع يعني، الارقام والحروف والحاجات دي بتساعدنا جدا، بيبقى شكلها حلو يعني، حاجة بسيطة مش مكلفة وبتطلع نتيجة حلوة جدا معانا يعني. لو انتي قبلك ممكن تجيبيه وتشيليه تستخدميه في اي وقت تاني بعد كده، حتى لو مفيش فكرة معينة في دماغك يعني. فانا كل ما بيقابلنا حاجة ممكن اجيبها واشيلها لحد ما يجي لها وقت يعني استخدمها.
ايه زي ما انتم شايفين خلاص خلصت تحدي رقم 9. ايه طبعا عشان هو كان معايا خيارات تانية في الالوان والزيرو يعني عشان رقم 10 فبدلت، لكن 9 ما كانش فيه غير اللبني فاضطريت بقى ان انا احطه. ايه بس ايه طلع شكلها حلو وجميلة، ايه كأنها حاجة جاهزة بقى. دي الحاجات الفينش ده اللي بيدي شكل للحاجة كأنها ايه حاجة انت شارياها مش عاملاها. ايه بس والله بجد صدقوني هتبقى هدية حلوة جدا جدا، ايه وفيها شغلة كده وشكلها مفرح. يعني انا دلوقتي بقى هعمل، عارفين يعني في حاجات الكريسماس في حاجة كده مشهورة برضو بيعملوها اللي هو غصن كده بيبقى بالورق الشجر الاخضر، ايه بس انا ممكن اعمله عشان يبقى حاجة شايني شوية ايه وشكلها حلو برضو. هعمله، هعمل دايرة كده ايه بأي حاجة بقى مدورة عندك، هعمل دايرة بالقلم كده عشان امشي بس عليها بالاسترس، وبالاسترس الاخضر بقى ايه هبدأ اكمل على الدايرة. ايه زي ما شايفين طلعت دايرة كده، احتجت من اللي كنت حطاه على البابا نويل اللي جنبه ده فبدلته بالاحمر واخدت الاخضر. ايه مقاسات كبيرة ومن فوق صغير شوية. معايا بقى الوردة دي هتشوفوها برضو في فيديو المشتريات معايا. ايه حطيت كده كملت جنب الوردة والورقة الكبيرة بالشكل ده، او ممكن تحط في يونكا بس انا حبيت احط كده. ايه طلع شكلها احلى يعني. ايه بس كده كملنا كل الاطراف وحطيت هنا بقى ايه في المساحات الفاضية النجوم والوردات كده زي ما شايفين. ايه طلع شكلها حلوة قوي بصراحة، طلعت حلوة جميلة. ايه ملات المساحة وفي نفس الوقت شكلها حلو. ايه اخترت منظم من حاجة يعني، مثلا هنا حطيت احمر وجولد، ايه هنا حطيت سيلفر، وكان معايا الشجر الصغير ده برضه بنفس طريقة النجمة اللي مقطعاها، وكتبت جواها كده جوي ايه جوا الدايرة الخضراء. ايه ودي الناحية بتاعت بابا نويل. بس هي كده تقريبا خلصت وطلعت شكلها حلو قوي، وزي ما شايفين كل الاطراف بتقفل ايه بسهولة. ايه مفيش حاجة في الزوايا يعني ايه بتعمل معانا بتضايق واحنا بنقفل ولا حاجة. ايه طلعت سهلة والفكرة جميلة خالص اهي قدامكم بالتفصيل خطوة بخطوة. ايه باقي دلوقتي بقى ان احنا نعمل بقية البوكس. المفروض لو عملنا بوكس عادي غطا عادي ايه مش هيقفل من فوق علشان الشجرة والنجمة وكده، فمحتاجين ان احنا نعمل حاجات تكون من فوق برضو فيها ارتفاع، فاحنا هنعملها على اساس انها شكل بيت. وعشان نعمل البيت بقى ايه هنجيب ظهر الشنطة زي ما انتوا شايفين، ده الجزء التاني. كل اللي استخدمناه كان الجزء الاول اللي كان فيه النقط، دلوقتي بقى ده الجزء التاني اللي هو السادة خالص. هنقطع بنفس مقاسات الكارت المربع على حسب المقاس اللي انت اخدتيه من البداية. ايه بس هتسيبي زاوية كده في الجنب زي مثلث كده علشان ده اللي هنثبت بيه في الضلع التاني. فاحنا المفروض هنعمل قطعتين من اللي هو شكل البيت كده اللي هو يعني زي مربع بالظبط، وتبقي قايساه بنفس المقاس زي ما بقولك بالشكل ده كده، او تحطي الورقة تحتها وتقيسي عليه الاضلاع بتاعته، وبعدين بتسيبي فوق كأنه مثلث اللي هو يبقى بقية البيت من فوق. ايه زي ما انتم شايفين كده هو مثلث من الجنب علشان ده اللي هيتحط على الضلع التاني. ايه علشان نكمل عملت منها 2 وعملت كمان الاضلاع دي. ايه هتشوفوا ده هنستخدمه ازاي دلوقتي، بس يعني اعرفوا الاشكال كده وهنشوف هنعملها ازاي وهنلزقهم مع بعض ازاي. يعني لو شايفين كده لما نحط الضلع ده في المثلث هينجي على شكل البيت التاني، فده اللي هيثبته في بعضه. وهنبدأ بقى نلزق، احنا كده خلاص هنسيب الشجرة على جنب ونبدأ بقى نثبت الأضلاع في بعضها علشان نعمل البيت أو الغطا بتاع البوكس من فوق. هنتني كل المثلثات اللي في الأطراف بالشكل ده كده ايه علشان واحنا بنلزق يبقى سهل معانا كده على طول نبقى عارفين ايه الجزء اللي هيتني على طول. واحنا بنعمل هنشوف برضو لو في حاجة عايزة تتظبط تاني ايه واحدة واحدة كده في الخطوات، هتلاقيها سهلة جدا. ايه انا كده ثنيت كل الاطراف، هبدأ بقى اجيب اول واحد. ايه ده اول بيت، المفروض بيبقوا بيتين قصاد بعض والضلعين التانيين عاديين يعني. هحط كده المثلث من جوه ايه وزي ما انتم شايفين كده هبدأ احط السيليكون على المثلثات الزيادة اللي انا عملتها دي. ايه هي دي اللي هتمسك الاجزاء ببعضها. ايه هنبدأ بقى نحط كده. ايه كان ممكن على فكرة نكبر الجزء ده شوية اللي انا بلزقه حاليا ده، ايه كنا المفروض نخليه بطول الضلع كله لحد قبل المثلث اللي في البيت كده على طول علشان ما نرجعش نزوده تاني، بس مش مشكلة احنا هنعمل مع بعض خطوة بخطوة وهنشوف ايه اللي هنصلحه بعد كده. ايه هنا الضلع ده فيه مثلث فاوريدي انا معايا مثلث في اللي قبله، فهقص الزيادة ده بالمقص كده ايه علشان هثبت بمثلث واحد بس.
فزي ما بقولكوا كده، لو في حاجة بنظبطها مع بعض احنا يعني بنفكر سوا واحدة واحدة. هحط هنا كده سيليكون برضو، طبعا السيليكون في حاجة زي كده احسن من البريت يعني والغرق والحاجات دي، بيلزق احسن وبيبقى متين، ومع الورق التقيل كمان بيبقى احلى. وده الضلع ده همسك بيه الضلعين في بعض، زي ما شايفين في مثلثين من ناحيتين. هنحط برضو السيليكون، وهنبدأ نثبت الطرف البيت ده عشان ده يبقى المسافة اللي ما بينهم الاتنين. يعني تاخدي بالك وانت بتعملي تعدليه علشان ما يبقاش جايب ميل او حاجة تضلع تخليه يعني شكله مش مظبوط. وهنحط الضلع التاني كمان كده وهنلزقه زي ما بقولكوا، واحدة واحدة خطوة بخطوة كده معايا. طلع الموضوع سهل جدا، هي بس خطواتها كتير شوية، خاصة يعني في الجزء اللي فوق اللي هو شبه البيت ده. بس باقي الخطوات يعني سهلة، وممكن انتي كمان تغيري في حاجة على حسب ما انتي عايزة تعملي. يعني كده انا خلاص خلصت البيت. بس زي ما انتوا شايفين في الجناب في ضلعين قصيرين، فالضلعين دول زي ما بقولكوا كنا كملناهم من الاول، كبرنا الورقة شوية بطول الضلع. وتاخدي بالك بعد ما تعملي تجربيها كده تشوفيها انها بتدخل فيها ولا لأ، في حاجة غلط مش مظبوطة او كده تظبطيها انتي. زي ما شايفين طلع مظبوط والمقاس مظبوط. بس عشان بقى نصلح الحتة اللي حصلت معانا في الضلع ان هو مش كامل، ما خدناش بالنا من الاول ان احنا نطوله شوية، فانا هزودها بحتت كده من باقي الشنطة اللي كنا الورق يعني اللي بنقصه. هقص منه يعني على زي مربعين كده، بس هسيب لهم من الجنبين قطعتين مثلث علشان هما دول اللي هيثبتوه. زي ما شايفين بقى في من الضلعين حتتين كده، هتنيهم واحط عليهم السيليكون ونثبتهم. فدي الفكرة اللي بقولكوا عليها، ان احنا كنا من البداية كنا طولنا الضلع ده بطول طرف ضلع البيت من البداية. كنا يعني كانش هيبقى لها لازمة الخطوة اللي احنا بنعملها دلوقتي. بس مش مشكلة يعني هنظبطها. هنلزقهم بالسيليكون دلوقتي وهرجع لكم بيها بعد ما اخلصها. انا كده خلاص لزقتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين خلاص. بيه الجزء اللي فوق ده بقى هنحطه كده. بتجيبي ورقة مستطيلة عادية جدا، بطول العرض بتاعها يكون يكفي المسافة ما بين الضلعين بتوع البيت، وهتعمليهم هتتنيهم من النص كده قد بعض بالظبط. وهو بالسيليكون وهنلزقهم بالشكل ده كده. ما تقلقوش من الحاجات اللي في الاطراف تحت المثلثات، وده هنداريه دلوقتي بحاجة. بس المفروض ان احنا دلوقتي نتأكد ان هي هتقفل كويس وكل حاجة تمام يعني قبل ما نعمل بقى الديكوريشن اللي عليها من بره. فلازم تجربي كل مرحلة كده، تجربي وتدخليها شوفها هتقفل ولا لا. قفلت معانا بالشكل ده، المثلثات دي ما تقلقوش هنعملها دلوقتي زي ما بقول لكم. طلعت حلوة الى حد ما كده، بدأ يبان الشكل اهو. معايا الشيرين ده برضو كنت جايبة تقريبا المتر بخمسة او بعشرة مش فاكرة الحقيقة. بتجيبيه من محلات الابر والخيط والشرايط والحاجات دي، عندهم حاجات من دي اشكال والوان وماتيريالز كتير جدا. يعني دي حاجات بتستفادوا بيها وبيعملوا بيها حاجات في القماش والخياطة. بس على حسب استخدامك. انا هنا هستخدمها على ورق، وبرضه بورق المطبخ ده زي ما انتم شايفين هعمل على طرف البيت من قدام كانه مثلا ديكوريشن من ناحيه، ومن ناحيه تانية كانه تلج كده او حاجه كده. يعني المفروض الفتره دي بيبقى فيه تلج كده على البيوت في الكريسماس والفتره دي من السنه يعني، فحطه بالشكل ده هيدي شكل حلو جدا. لزقت الشريط اللي تحت زي ما انتم شايفين، وهلزق دلوقتي الورق الاوفايت ده من قدام. حطيت سيليكون، هو برضو سايبه طبقتين عشان يبقى تقيل شويه يستحمل معاكي، لان هو بيبقى رقيق جدا زي ما انتوا عارفين. ممكن تحطي على الضلع الابيض من فوق ده كده اللي هو مش مشرشر، تحطي عليه شريط تاني احمر او حاجه، بس انا سبته يعني حسيت ان هو شكله مش وحش، لقيته كويس فحطيته. وبتبقي قصه بنفس المسافه، يعني انت بتقصي جزء من الدايره بتاعه الورق وتاخدي نفس الجزء تقصي عليه عشان يطلعوا قد بعض بالظبط. طلع شكلهم حلو جدا ويضافوا فعلا شكل جميل للبيت كده. بقي بقى حاجات بقى بسيطه هنحطها دلوقتي، هتخلي برضو الشكل احلى. عايزين بقى حاجات اوف وايت كده علشان يعني تبقى ماتشنج مع الابيض او الاوف وايت اللي حطيناه على البيت من قدام ده.
هي بس قبل ما اركب الاسترس عايزه اوريكم برضو حاجات كده إيه هنعملها. يعني كان معايا المشبك ده، مش شبك دي بتشتريها لوحدها، وبقيه الجزء بتاع بابا نويل ده إيه ممكن تركبيه من قدام، بس حسيت ان هو هيداري شكل البيت اكتر. يعني انا سبت طبعا الجزء اللي فيه الجولد ده عشان هيبقى عليه من بره، وحطيت بقيه الكارت من جوه زي ما شفتوا إيه، حسيت ان هو هيداري، فقلت خلاص احطه على الضلعين من الجنب على ضلعين البيت من بره. ممكن كنا نسيبه سليم على بعضه ويتفتح عادي ويبقى جواه كلام وكده، بس انا هحط الاول المشبك. نختار كل حاجة احمر واخضر زي ما شايفين كده. حطيت شمع كمية كويسة يعني، عشان طبعا ده خشب فمحتاج يتثبت كويس. هنا بقى ممكن نكتب حاجة، مثلا ممكن تكتبي اهداء او تكتبي اي حاجة. القلم اللي هكتب بيه ده قلم جولد، بس للأسف عشان الورق ده مش بيشرب الحبر بتاعه فمش باين قوي عليه ان هو جولد. هو المفروض اسمه قلم دوكو، بتجيبيه من المكتبة جايباه ب10 جنيه. هكتب مثلا هابي نيو يير، اي كلام بقى حاجة كده تبقى، او تكتبي مثلا هدية بسيطة، او تكتبي اي حاجة هدية زي ما بقولك. وممكن تضيفي مثلا 2019 هنا. ممكن تكتبي بقى اي حاجة، كلمة حلوة في كده يعني. المهم ان احنا كتبنا كده بالقلم ده، وكتبت برضو 2019. طبعا الجولد مع الاخضر مع الاحمر والمشبك والبيت طلع تحفة جدا جدا. بصوا في الحقيقة فظيعة، انا كل شوية اقعد اتفرج عليها وببقى مبسوطة جدا ان انا عملت حاجة حلوة كده. النجوم دي بقى نجمة إلسا او نجمة التلج دي، انا كنت جايباها من المكتبة. الكيس ده فيه 5 ب5 جنيه، رخيصة جدا 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 جدا. يعني الواحدة من دي بجنيه، انتوا متخيلين؟ على فكرة اللي هي معمولة بالكوخ، بس الكوخ تقيل شوية مش زي اللي بنجيبه من المكتبة الرقيق ده، ومقصوصة جاهزة وبألوان متنوعة يعني حلوة قوي. بحب اما الاقي حاجة من دي بجيبها وبستخدمها في حاجات كتير بعد كده. يعني لو بصيت هتلاقي ان انت ما استخدمتيش غير بجنيه واحد بس منها هنا، بس بعد كده هتلاقي لها استخدامات تانية، ف5 جنيه ومقصوصة جاهزة وبخامة كويسة حلوة. طبعا حاجات زي كده ما تلاقيها هاتيها، مش هتفرق كتير معاكي، بس هتستخدميها في حاجات كتير. شايفين دي برضو دلاية كده انا كنت عاملاها بالخيط، شفت الخيط ده في مشترياتي قبل كده، اللي هو بيتعمل منه اساور وحاجات كده يعني اكسسوارز يعني، وحطيت فيها برضو لولي. كنت ممكن اعلقها بس انا شايفاها تبقى زحمة قوي فسبتها. ده ممكن برضو بديكوا افكار يعني لو حابين تبدلوا. دي ورقة من بتاعة المناديل وطبقتها بالشكل ده، عملتها زي الشجرة لو واخدين بالكم، بقت 3 طبقات كده، كل طبقة اصغر من الطبقة اللي تحتها. ممكن تعمليها كده وتلزقيها على جنب البيت برضو. ممكن تعملي برضو حركة كويسة فيها، ان كل ضلع من اللي انتي عاملاهم دولت يبقى بيتفتح وجواه كلام. يعني كل تانية بتتنيها تكتبي جواها كلام، هتبقى حلوة قوي. باقي بقى ان انا عايزة احط هنا الاسترس او اللولي ده، ده فصوص كده بيبقى نص واحد، بس للاسف ما عنديش كميه كبيره منه، وحاسه كمان مطفي شويه. فمعايا الخرزه التانية دي شبه اللولي كده، بس فيها زي نقط بارزه كده برضو لونها اوف وايت، لزقتها بالشكل ده في وسط الابليكات اللي هي بتاعه الشيرين زي ما انتم شايفين كده. طلعت حلوه قوي وشكلها جميل. زي ما بقول لكم بقى الدلية مش عارفة كنت مترددة احطها ولا لأ، بس هي فكرة برضو لو انت حابة تعمليها. الضلع التاني هجيب المشبك الاحمر، استخدمت في الضلع اللي فات الاخضر، هنا بقى الاحمر، وزي ما شايفين بحط سيليكون كده كمية برضو كويسة وهلزقه. الفكرة بقى المرة دي هحط حاجة حلوة قوي هتعجبكم ومفيدة، هتلاقي عند معظم الناس الايام ديت يعني. شايفين دول بيجوا كده مع برطمانات النوتيلا الفترة دي بتاعت راس السنة، حتى لسه عليها الورقة بتاعتها. بتيجي واحدة مع البرطمان، في كمان شكلين تانيين، شكل تقريبا قلب وشكل البرطمان نفسه. بتلاقي البرطمان مرسوم عليه من بره شجرة الكريسماس دي، ممكن تقدميها برضو فيه كأنها هدية كده. بتشيلي طبعا الورقة، ودي بتعملي بيها بقى على الأشكال، على الكابتشينو على النسكافيه على الوش كده يعني، أو تعملي بيها على النيوتيلا كده على كوكيز أو على أي حاجة. تحسي كده إنه بوكس كده من الناس كده وحلو. في حاجات كتيرة وحاجات حلوة
شكلها جميل. كنا ممكن طبعا نستخدم بدل الشريط اللي تحت الدواير الاحمر دي، بس حسيت ان الشريط هيبقى احلى. جبت لكم ادوات كتير عشان كل واحده تستخدم اللي موجود عندها وتشوف ايه اللي ينفع. جربنا مع بعض حاجات كتير، طلع حلو جدا زي ما انتم شايفين، شكله جميل. هديه قيمه جدا جدا، كلفت شويه، مش هقول لكم انها مش قوي يعني، ممكن مش كتير، بس مش زي بقيه الحاجات اللي بنعملها، بس عشان هي الفينش بتاعها كويس وواخده حقها في كل حاجه. طلعت حلوه جدا. كنت عايزه اقول لكم برده فكره تانية، لو مش هتعرف تعملي الشجره والحاجات اللي جوه دي، عارفين دلوقتي طلع بقاله فتره كده اللي هو البوكس بتاع الشتاء، الحاجه اللي ماليه الدنيا مكسره الدنيا على السوشيال ميديا دي بقالها فتره، اللي هو بنجيبي مج مثلا شوكليت ونسكافيه وحاجات من دي وتحطيها. ممكن نعمل نفس الفكره وكل حاجه، بس من جوه نحط بدل الشجره اللي في النص تحطي مج مثلا، تشتري مج عادي جاهز يعني، ويكون الافضل لو عليه حاجه من حاجات بابا نويل او نجمه الشتاء التلج دي او اي حاجه من دي يعني. هتحط المج هتثبتيه مثلا بالسيليكون وهيتشال عادي بعد كده في وسط البوكس من جوه. والاطراف الاربع اضلاع ممكن تحطي فيهم مثلا شوكليت بقى باشكال او نسكافيه كابتشينو، هتبقى فكره حلوه جدا. بس هتعملي طبعا الغطاء بيض زي ده كده بالظبط يعني، بدل الشجره دي هيبقى مج والاضلاع هيبقى شوكليت وهدايا بسيطه كده. ده كان الفيديو، جميل جدا، انا عن نفسي مبسوطه بيه قوي ومبسوطه اني عملت حاجه حلوه. يا رب ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تعملوا لايك، ويا ريت يا ريت تشتركوا بليز والقناه وساعدوني ان قناتي تكبر وتتشاف. وقولوا رايكم في الكومنتات، واللي يعمل الفكره يقول لي اعملها ازاي وطلعت حلوه وعجبتكم ولا لا. هستنى ارائكم وهستنى اللايكات وهستنى الاشتراكات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. ولسه مكملين برضو في حاجات الكريسماس، في فيديو كمان هنعمل بيه سنو مان قريب جدا، هنزله لكم بكره او بعده بالكتير ان شاء الله. وهيبقى فيه برضو فيديو المشتريات عشان اللي حابب يشتري شويه حاجات من دي يعني، ويشوف بنشتري ايه وبكام. تابعوني في الفيديوهات الجاية، هتعجبكم جدا.